السلام عليكم متتبعي قناة وصفات السريعة. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير الفوشار بأسهل طريقة وسهلة التحضير. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم متنساوناش بالإعجاب للفيديو والإشتراك في القناة وتفعلوا الجرس دائما ليصلكم الجديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. عندي كمكونات في هذه الوصفة، عندي هنا 130 غرام من السكر الخشن أو سكر حبيبات، ربع كأس من الماء، 3 ملاعق كبيرة من الذرة، وربع كأس من الزيت، ما غاديش نستعمل لك الكمية كاملة، والقليل من الملح والخميرة الكيميائية أو البيكنج باودر. أول حاجة كناخد هنايا طنجرة وغادي نوضع فيها 3 ملاعق كبيرة من الزيت، ثم الذرة وربع ملعقة صغيرة من الملح. غادي نحركها وخليها حتى تطرطق ليا كما كتلاحظوا هنايا. بعد ما طرطقت ليا فغادي ناخد مقلاة وغادي نوضع فيها السكر الخشن، واحد القليل من الماء، ما نخويش داكشي كامل، ونخليه حتى كيولي لي كراميل. ثم بعد ما يذوب ليا غادي نوضع الماء، نكمل الماء ونحرك، ثم غادي نوضع واحد ملعقة صغيرة من البيكنج باودر او الخميرة الكيميائية وغادي نحرك على ما كتطلق لي ديك الخميرة، وغادي نفرغ الخليط نتاعي فوق الذرة ونحرك مزيان. ثم هنايا انا كناخذ ورق المطبخ وقليل من الزيت غادي ندهنو، وكنخوي عليه ديك الذرة باش ما كيلتصق ليش فوق الكاغيط نتاعي. وهنايا المرحلة الثانية، عندي ملعقة صغيرة من الزبدة، 3 ملاعق كبيرة من الذرة، ملعقة كبيرة من السكر الخشن وسكر حبيبات، الزيت والملح والكاكاو 14 غرام. هنا كناخذ طنجرة نتاعي وغادي ندير 3 المعالق كبيرة نتاع الزيت كما العادة، وكنوضع الذرة صافي ورشة من الملح فقط صافي. وغادي نحركها ونخليها حتى كترطق لي على خاطرها. كندوزو للمرحلة الأخرى، هنايا كندوب ديك الملعقة ديال الزبدة، ثم غادي نوضع فيها السكر الخشن 3 ملاعق كبيرة وكنحرك مزيان، ثم الكاكاو المر 14 غرام من الكاكاو المر، ثم غادي نحرك مزيان المكونات جيدا، وغادي نبدا نضيف شويه بشويه الماء حتى كيتسلق لي تيولي لي كريمه. هنايا غادي نفرغ هاد الكريمه نتاع الشكلاط من فوق الذره اللي طرطقات ليا، وكنحرك مزيان كما كتلاحظوا حتى كيتخلص لي مزيان ديك الشكلاط، وانا كنشعل عليها قليل من النار، يعني تكون قليله النار قليله، وغادي نحرك مزيان باش كيلتصق لي ديك الشكلاط نتاعي في الذره. وهنا كناخذو كما العاده كناخذو الكاغيط نتاع المطبخ وكنوضع عليه قليل من الزيت وكنسرح مزيان ديك الذره نتاعي. هنا عندي الزيت 3 ملاعق كبيره من الذره، الملح والجبن المحكوك. كناخذ طنجره وغادي نوضع فيها الزيت والذره كذلك، كنخليها حتى كترطق لي ورشه ملح، وغادي نغطيها ونخليها حتى تترطق لي مزيان وصافي. هنايا من بعد ما كترطق ليا غادي نوضع عليها الجبن وغادي نغطيها حتى كيذوب ديك الجبن في ديك الحراره نتاع الطنجره وصافي، كنقدموها بالصحه والعافيه وصافي. كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الذره نتاعنا او الفوشار، كيجي فعلا رائع وكيستحق تجربه ولذيذ بزاف. فإلا عجبتكم وصفتنا نتاع اليوم ما تنساوش الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس دائما ليصلكم الجديد. تلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.